في الكام سنة اللي فاتوا زاد معدل جرائم التحرش والاغتصاب بنسبة كبيرة جدا، ومع التقدم التكنولوجي اللي احنا وصلنا له وتفاعل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بقت اي حادثة تحصل من تحرش او اغتصاب او غيره بقت بتنتشر بسرعة كبيرة جدا والناس كلها بتعرفها، وكمان لما بتبقى قضية رأي عام فبتحرك الاعلام انه يتكلم عنها. بقينا نسمع عن جرائم تحرش واغتصاب كتيرة جدا الفترة دي، واخرهم لما واحد قد جدي خد عيلة صغيرة عندها 7 سنين حوش عمارة علشان يتحرش بيها، واحدة من السكان شافته وكمان كاميرات المراقبة بتاعة العمارة صورته. بس هنا عايز اسأل سؤال، ليه دلوقت؟ ليه زمان ايام جدي وجدك ما كانش فيه كم الجرائم دي؟ مع انك لو قمت فتحت البوم الصور بتاع جدك وجدتك هتلاقي اغلب الصور بفساتين قصيرة وجاية فوق الركبة وحاجة اخر دلع، ده غير كمان ان اغلبه ما كانش لابس طرحة، وتقدر تتأكد بنفسك من ده لما تشوف افلام الابيض واسود. زمان كان في تربية صارمة، وان كانت الرجالة حازمة جدا في تربية عياله. اي نعم ما كنتش بتقدر ان انت تقول رأيك وتعمل بيه، كنت بتعمل بس اللي باباك او مامتك بيفرضوه عليك، بس الطريقة دي خلقت جيل من الشباب والبنات بيخاف من اهاليهم وبيخاف من انهم يعملوا حاجة غلط لاهاليهم يعرفوا. زمان لما كان واحد بيعاكس واحدة في الشارع او بيضايقها او اي حاجة وكلام يوصل لأهله كانوا بياخدوه ويحلقوا له قرعة زيرو على الأبيض، عقابا على فعله وعقابا على قلة أدبه، وكان الولد يفضل قاعد في البيت وما ينزلش منه غير لما شعره يطول عشان خايف من نظرة الناس ليه، ولو كان الفعل اتكرر تاني كان بيتاخد في معسكرات تبع القوات المسلحة ويتحلق له زيرو برضه ويتحبس، وده وفقا للقانون. لو جينا بصينا على بلاد بره هنلاقي برضو ان عندهم حوادث تحرش واغتصاب، مش بقول ما عندهمش بس مش بنفس النسبه اللي عندنا، مع انهم بيلبسوا وبيخرجوا وبيسافروا وبيروحوا وييجوا والحياه عندهم اسهل كتير من عندنا لان احنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا ما بيسمح لناش بكده. لو جينا شفنا هنلاقي ان اغلب الدول دي مش مسلمين، وان نسبه التحرش والاغتصاب في البلاد المسلمين اعلى بكتير عالميا. طب يبقى كده العيب فين؟ اتعملت مبادرات وابحاث كتير علشان تلاقي السبب الحقيقي للتحرش والانتشار، وكان من ضمنهم انشغال الاهل عن تربيه عياله. والله العظيم انا مش عارفه يعني ايه الناس اللي بتهتم بالشوبينج وبتسقط خالص ان هي تربي عيالها دي. وفي سبب تاني بيقول لك السينما الهابطه، مع ان انا رايي ان لو واحد عايز يعمل حاجه وعنده استعداد لده مش هيستنى مثلا فيلم للسبك انه ينزل. وفي اللي يقول لك لبس البنات، طب ما في بنات محتشمه ومنتقبه بيتعكسوا وكمان بيتحرشوا بيهم. طب بلاش دي، بالنسبة لمعاكسات التليفون دي ايه وضعها؟ في اللي يقولك البنات بتمشي براحتها وبتبين مفاتنها ولبسها في اغراء. طب وحادثة الطفلة زينة اللي تم اغتصابها وبعد كده ترمت من فوق السطوح وماتت وهي ما كملتش 5 سنين، ولا البنوتة بتاعت المعادي اللي عندها 7 سنين دول برضو كانوا مبينين مفاتنهم؟ وفي اللي يقولك تأخر سن الجواز والحياة بقت صعبة والشباب مش لاقي شغل ومش عارف يتجوز. طب والاطفال اللي عندهم 12 و13 و14 سنه اللي بيمشوا يتحرشوا بالبنات دول برضو اتاخروا على سن الجواز؟ وراي تاني بيقول لك سلبيه الناس، ان انت مثلا لو في مواصله وشايف موقف حصل ان ولد مد ايده على بنت او اتحرش بيها بنكتفي بس بالنظر والسكوت وملناش دعوه. كل دي مبررات فارغه وشماعه بنعلق عليها الانحطاط اللي احنا وصلنا له، مجرد تبرير للمجرم على جريمته. واللي بيتكلم ويقول لك الشباب مش لاقيه تتجوز والشباب مش عارفه تشتغل علشان تتجوز وتجهز نفسها، طب ما في متجوزين وبيتحرشوا زي برضو الراجل بتاع المعادي، ما هو متجوز وعنده طفلين. طب بلاش، انا هعتبر ان انا اقتنعت بكل الاسباب دي. فاكرين حادثه الثلاث شباب اللي اغتصبوا كلبه في 2016؟ قولوا لي بقى، هل الكلبه كانت لابسه لبس مغري ولا كانت مبينه بمفاتنها، ولا يمكن تجاوبت معاهم وهم بيعكسوها، ولا كنتش بعتت لهم هواهوتين في الهواء؟ المادة 306 ألف من القانون بتنص على حبس المتحرش مدة ما تقلش عن 6 شهور وتغريمه من 3000 ل5000 جنيه. بس هل القانون ده بقى رادع وبيتنفذ؟ أغلب محاضر التحرش بيحصل فيها تهاون، إما من الشرطة زي حادثة البنت بتاع باب الشعرية لما تعرضت في الشارع للضرب وللتحرش، ولما راحت تعمل محضر ما رضيوش يعملوا لها محضر تحرش، عملوا لها محضر بالضرب بس. يا اما من اهلها في حته ايه الفضيحه، فضيحه ايه انا المجني عليها. شفت من فتره بوست على فيسبوك واحده بتطلب من البنات اللي عندها ان هم يخشوا يبعتوا لها مواقف التحرش اللي حصلت لهم في حياتهم وهي تبقى تنزلها في الكومنتات. الغريب ان البنات دول اتعرضوا للتحرش من سن 5 ل10 و12 سنه، يعني كانوا اطفال. بس الاغرب من كده ان المتحرش كان من دمهم، يعني عم خال ابن عم ابن خال اخ
واحيانا كمان جد. طيب انت بررت للشاب اللي بتحرش بواحده في المترو او في المواصلات، طيب ايه بقى مبررك لده؟ ممكن تدخلوا على النت وتبحثوا وتشوفوا جرائم كتير جدا ممكن ما تكونوا سمعتوا عنها اصلا، وهتعرفوا وتتاكدوا ان احنا ما بقيناش عايشين وسط بني ادمين، احنا عايشين وسط غابه. ما تستنيش ان حقك يجيلك لانه في الاغلب مش هيجيلك. دافع عن نفسك بكل قوتك وتاكدي ان انت ضحيه ومظلومه ولازم حقك يجيلك، وما تسكتيش لان سكوتنا ده هو اللي بيخلي الموضوع يزيد. وسيبك بقى من كلام العبط بتاع فضيحه وبتاع جبنا العار وبتاع الناس هتتكلم والكلام ده كله، لان الاثر النفسي اللي هيتحفر جواكي محدش هيحس بيه غيرك، وخوفك ورعبك من نزولك الشارع وركوبك اي مواصله مش هياثر على حد غيرك. واخيرا حابه اتكلم في نقطه بتساعد الناس دي على انهم ما يحسوش بتانيب ضمير ان هم بيعملوا حاجه غلط، وهي بعض الاحاديث المنسوبه للرسول واللي بتشبه الست على انها شطان او زي الكلب او الحمار. اول حديث يقطع الصلاه المراه والكلب الاسود والحمار. تاني حديث بيقول ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، واذا احدكم راى امراه فاعجبته فلياتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. وانا هسيب لكم اللينكات لاحاديث دي في الديسكريبشن تحت. وده اللي خلى كتير من الشيوخ دلوقتي بيصوروا الست على انها شيء، مره يقول لك حلوه مغطاه، مره يقول لك موزه بقشرها، مره يقول لك يعني باسكت الزباله اللي متغطي ما بيتلمش عليه الذباب، لكن اللي متعري بيتلم عليه الذباب عادي يعني، بس هو قال له اخيرا ان هو زباله. وخلى الشيوخ المدعين تطوير الخطاب الديني مغلطين الست في كل حاجه، وده خلى المتحرش ما يحسش بتأنيب ضمير انه بيعمل جريمه.